لك يا شريف يا كمال يا فنان يا عالمي. خلصت ولا ايه؟ انت بتصورني هتاخدها زله ولا ايه يا باشا؟ بصورك علشان خاطر تتفرج وتشوف الجمال اللي اتعمل لك. طب انا هنا المرايه على الباب هنا بص عليها. بص كده شوف راسم ايه. ياه. خمس ساعات فحطتني. لا 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 ده شغل هايل. ايه ده بقى؟ ده النيل ده ها؟ ده سابلي النيل؟ انت مش كنت بتقول انك عايز يبقى لك قيمة؟ اه اي تأشيرة اي فيزا اجيب قرشين. لا تأشيرة ايه يا حبيبي؟ انت مش حاسس بالقيمة الكبيرة اللي انت فيها دلوقتي. انت دلوقتي دخلت التاريخ. ليه بقى ان شاء الله؟ انت على ظهرك كنز. مليون واحد هيجي لك من جميع انحاء العالم عشان يتفرج على الرسم ده، وانت بقى تبقى قاعد وتطلب فلوس للي عايز يتفرج، للي عايز يشوف الرسم بالعمله الصعبه يا حبيبي. وانت سعادتك قلت لي اخر لوحه بعتها بكام؟ 35 مليون. 35 مليون دولار؟ لا والله. يعني انا الوقت ماشي على ظهري ده 35 مليون دولار؟ ده كان من خمس سنين، دلوقتي انت ماشي وعلى ظهرك 75 مليون دولار. ده كده اوعى اوعى العوا حضر. علينا بقول لك ايه؟ جزء شريف امانه ديت لازم تختفي من هنا من الاوتيل. طب ازاي؟ معرفش انا اتصرف. طب اتصرف بسرعه. مش هتقدر تغمض عينيك.